اليوم باش نحكيو على ديار بن قاسم، على دار عنون اللي موجودة في مهج الباشا، واللي ترجع تقريبا نهاية القرن 17 بداية القرن 18 على تاريخ الدار هذه. أيضا على نهج الباشا اللي يعتبر هو أهم نهج في مدينة تونس خلال الفترة العثمانية، وكذلك أساسا الحديث سيكون حول دار كاهية اللي عندها تاريخ عريق، يعني كانت على ملك البليك، ثم أهداها أو وهبها البي إلى خير الدين كاهية اللي كان كاهية دار الباشا. وخلال يعني ما يجاوز قرنين عرفت الدار العديد من الملاك، وتغير يعني تاريخها من فترة إلى أخرى. كل هذه المواضيع هي موضوع حصتنا اليوم. سبعة انتقال في تاريخ الدار هذه الملك للدار. دونك السبعة اللي ملكوا الدار. دونك هذه القائمة اللي خرجنا بها من زوز نيترو اللي موجودين العقد. دونك الدار من الاول كانت على ملك البيليك، يعني على ملك دولة. ثم في 11 اوت 1837 ملكها خير الدين كاهي، اللي هو نجم نقول اول مالك خاص نعرفوه للدار، وليش نحكي لكم على تاريخه لانه الحقيقه عنده مسار، ولا الحقيقه الفضل يرجع لنا لان اكتشفت المسار العظيم بتاعه. ثم في 13 ديسمبر 1855 الدار بعد وفاه سي خير الدين كاهي انتقلت لزوجه وابنائه خير الدين وابناء خير الدين كاهي. في مايو 1863 احمد خير الدين كاهي، يعني احد الابناء، خذا الدار كهيبه من عند امه واخواته. ثم في 31 ديسمبر الدار ما قعدتش برشا عنده بعض الاشهر 1863 طاهر بن حسين ياخذ دار. غادي نحكي لكم تفاصيل حول كيفاش صارت عمليه الانتقاء. ثم 1896-1897 حمود الشعيب اللي هو تاجر شاشية كبير، يعني خلايا الدار. ثم أبارتير من عام 1899 دخلت الدار في ملكية دار مفروض. وعام 2014 دخلت الدار في ملكية عائلة دار بن قاسم. préliminaire de commencement des travaux et tout. Au petit régime à la main, il dit, voilà, on a les temps, on va restaurer la maison. Il dit, non, non, mais chez Kilo, éventuellement, 18e siècle, 17e siècle, 18e, dans les environs, on a un étage souris. On a vraiment un étage souris. Qui n'est pas pour la nef, le patio. Qui n'est pas pour la au niveau du patio du rez-de-chaussée. Tout est beau, mahlaye, magnifique. Fais rasque le four, tu as un autre étage avec des faïences 1970-1980 industrielles d'origine. Dier Beauty, Drame, on dirait auquel, donc c'était ça. La balustrade, elle est bonjour de l'autre. Donc c'était la discordance, elle dit, quand un langage architectural est bonjour. C'était ça la difficulté. Comment rendre le foutrani ou l'autrani un tout homogène? Ce que je pense à propos de cette maison, c'est en fait une maison de collectionneur. On a un point commun مع سي حميدة وليلى، سي لي كوليكسيون دو سيراميك، اي جو بونس كو سا با اتر ان فري ادريس بور لي كوليكسيونور اي بور سو كي فول apprendre et savoir des choses sur la céramique tunisienne ancienne. Il y a de très 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 belles pièces. Il y a une collection exceptionnelle qui est peut-être unique
en tout cas dans la Médina. Ça rajoute vraiment quelque chose dans l'atmosphère de cette demeure, qui a été réalisée vraiment avec amour et passion. الدار هذه الحقيقة هي امتداد للدار الأولى. الدار الأولى وقت اللي كوننا احنا دار بن قاسم، شركة دار بن قاسم، هي عبارة على مؤسسة لا تهدف للربح وإنما تهدف لعدة أهداف. الهدف الأول هو إعادة إحياء المدينة والمشاركة في المدينة العربية في تونس، كذلك التطوير و الحرفيين في المدينة، وكذلك إحياء خلق مواطن شغل للمواطنين اللي هم موجودين في المدينة. ما غير شك الآن زدنا خطوة أخرى في الدار هذه، أنه ما يكفي يكون دار ضيافة، مش بركة اختصر نشاطها على إيجار للغرف أو غيره، وإنما تكون عبارة على نواة لمتحف للبوتري أنسيان. مش نشوفه جدا، نحاول نكون مكتبة كمرجع لكل ما كتب أو سيكتب في الميدان الصناعة التقليدية أو ميدان التراث إلى غير ذلك، بحيث هذوما هما الأهداف اللي تويكا حاولنا باش نكونوا هالدار هذية باش تكون معنا. لأنه المدينة مع الأسف قاعدة تمشي من التالي لعدة أسباب، سواء وراث معناها ما تفهموش، سواء ما فماش إمكانيات، سواء ما فماش برامج، بحيث نحبوا زادة نحيو المدينة من جديد ونعطيوها صبغة، نعطيوها صبغة أخرى اللي هي تتماشى مع العصر إلى غير ذلك. دور ضيافة، مقاهي، نوادي ثقافية، غاليري دو بانتور إلى غير ذلك. هذه زعما المدينة تكون عبارة على سوق لهالأشياء هذه اللي هي قديمة وبدأت تتنسى، نحب نحيوها من جديد ونكونوا نساهموا في هالمشروع هذا.